بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنتعرف في الفيديو بتاعنا على الكليات المتاحة علم علوم لعلم رياضة وأدبي. بالنسبة للكليات المتاحة لعلم علوم زي ما احنا شايفين وأدبي لشعبة قسم أدبي، وعندنا علم رياضة. طبعا دي الكليات المتاحة، مع بعض نشوفهم بالتفصيل. بالنسبة للكليات المتاحة لشعبة علم علوم، عندنا كليات الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببني سويف، كلية العلوم الصحية التطبيقية، كلية الطب البيطري، كلية التمريض، كلية حاسبات ومعلومات بايوميديكال أو بايونوفورماتكس، عندنا طبعا كلية العلوم، كلية تجارة إنجليش، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كلية الإعلام، كلية الألسن، كلية العلوم الصحية التطبيقية، كلية الفنون الجميلة، كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية والتربية النوعية، كلية علوم البترول والتعدين بمطروح، كلية حقوق إنجليش، كلية اللغات والترجمة، كلية دار العلوم، كلية الآداب. ده بالنسبة لكليات علم علوم. في برضو عندنا كلية حقوق، وكلية تجارة، وكلية رياض أطفال، وكلية الاقتصاد والمعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا، شعبة علوم الحاسوب، كلية التربية الرياضية، كلية السياحة والفنادق، كلية الزراعة، كلية بحرية، كلية الجوية، كلية الحربية، وكلية الشرطة. دول بالنسبة لقسم علمي علوم. بالنسبة للكليات المتاحة لشعبة علم رياضة، كلية هندسة التعدين والبترول، كلية الهندسة، كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببني سويف، كلية حاسبات ومعلومات، كلية تجارة إنجليش، كلية العلوم، كلية علوم البترول والتعدين بمطروح، كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية، كلية التربية النوعية، المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب، كلية حقوق إنجليش، كلية التربية الرياضية، كلية حقوق، كلية تجارة، كلية رياض أطفال، كلية الاقتصاد المنزلي، كلية السياحة والفنادق، كلية الزراعة، كلية البحرية، والكلية الجوية، والكلية الحربية، وكلية الشرطة. ده بالنسبة لعلم الرياضة. بالنسبة للشعبة الأدبية، الكليات المتاحة للشعبة الأدبية، كلية علوم الآثار، كلية تجارة إنجليش، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كلية الإعلام، كلية الألسن، كلية الجغرافيا والمساحة، كلية الفنون الجميلة، كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية، كلية التربية النوعية، كلية حقوق إنجليش، كلية اللغات والترجمة، كلية دار العلوم، كلية رياض الأطفال، كلية الآداب، كلية الخدمة الاجتماعية، كلية الاقتصاد المنزلي، كلية حقوق، وكلية تجارة، والمعاهد العليا للغات والترجمة، المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا، كلية البحرية، كلية الجوية، كلية الحربية، وكلية الشرطة. بالنسبة لدليل الكليات التي تقبل الطلاب من القسمين العلمي والأدبي وفق موقع التنسيق، يعني الكليات اللي بتقبل العلمي والأدبي، طبعا هي الكليات عندنا، في عندنا جامعة القاهرة، جامعة القاهرة بتشمل الاقتصاد والعلوم السياسية، التجارة، التجارة انتساب موجه، الآثار، الإعلام، الآداب، الآداب انتساب موجه، دار العلوم، دار العلوم انتساب موجه، الحقوق والحقوق انتساب موجه، التربية للطفولة المبكرة بالدقي، التربية النوعية بالدقي، التربية النوعية بالدقي شعبة التربية الموسيقية، التربية النوعية بالدقي شعبة التربية الفنية. طبعا دي بالنسبة لجامعة القاهرة. في عندنا جامعة الإسكندرية نفس الكلام، سياحة وفنادق، تجارة، تجارة انتساب، آداب، عندنا انتساب موجه، الحقوق، الحقوق انتساب موجه، التربية، التربية شعبة طفولة طالبات فقط، الفنون الجميلة، التربية الرياضية، التربية الرياضية بنات وبنين، التربية النوعية شعبة التربية الفنية، التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، التربية للطفولة المبكرة، تربية نوعية
التربية شعبة التعليم الأساسي عندنا، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية. بالنسبة لجامعة عين شمس تجارة، وتجارة انتساب موجه، والبنات للآداب والعلوم والتربية آداب، البنات للآداب والعلوم والتربية البنات للآداب والعلوم والتربية التربية الألسن الآداب، البنات للآداب والعلوم التربية التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية. في عندنا البنات للآداب والعلوم. بالنسبة للتجارة أسيوط عندنا التجارة، والتجارة انتساب موجه، والتربية والتربية شعبة التعليم الأساسي للحلقة الابتدائية، والحقوق وانتساب موجه، والتربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية والآداب وانتساب موجه، والتربية النوعية، والتربية النوعية شعبة التربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية للطفولة المبكرة الفنون الجميلة فنون. بالنسبة لجامعة طنطا في عندنا التجارة، والتجارة انتساب موجه، والآداب والآداب انتساب، والحقوق والحقوق انتساب موجه، والتربية والتربية شعبة الطفولة وطالبات، والتربية شعبة التعليم الأساسي. بالنسبة للزقازيق التجارة، والتجارة انتساب موجه، والتربية والآداب نفس طبعا الجامعات بس إضافة، عندنا آثار صان الحجر، تربية طفولة مبكرة طالبات فقط. برضو بالنسبة لي عندنا هنا جامعة حلوان برضو تجارة وإدارة أعمال، والتجارة وإدارة الأعمال انتساب موجه، ونفس الجامعة الكليات التربية الموسيقية السياحة والفنادق الاقتصاد المنزلي، يعني نفس الكليات. بالنسبة للمنيا كمثل الألسن الآداب، الآداب انتساب موجه، التربية، التربية الفنية السياحة الفنادق، التربية الرياضية، التربية الرياضية دار العلوم، دار العلوم انتساب موجه الفنون الجميلة. بالنسبة نفس طبعا الأقسام عندنا المنوفية الآداب والآداب انتساب موجه، نفس طبعا الكليات زي ما احنا شايفين كده لو احنا استعرضناهم بسرعة. برضو قناة بجامعة قناة السويس فيها تربية وألسن وتربية وعلوم والسياحة وفنادق، جامعة جنوب الوادي الآداب والآداب الانتساب والتربية، طبعا دي الأقسام اللي منتشرة في هذه الجامعات. بالنسبة لجامعة بنها عندنا التجارة والتجارة انتساب، نفس الكلام برضو عندنا الفيوم التربية والسياحة والفنادق والآثار ودار العلوم. بالنسبة لجامعة بني سويف الألسن وإعلام وآداب وآداب انتساب. بالنسبة لكفر الشيخ التربية والتربية شعبة طفولة وطالبات فقط، وتجارة وتجارة انتساب برضو كمثل. بالنسبة لجامعة سوهاج نفس الكلام آداب وآداب انتساب وتجارة، طبعا نفس الأقسام. بالنسبة لجامعة بورسعيد نفس الكلام التجارة وتجارة انتساب وتكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات والتربية، والتربية شعبة التعليم الأساسي. بالنسبة لدمنهور برضو التجارة والتجارة انتساب موجه. بالنسبة لأسوان الأدب والأدب انتساب والتربية نفس الكلام برضو، والنوعية وشعبة الموسيقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.